الدواء والدواء هو الغذاء والوقاية في العناية والعناية مش شفاء الغذاء هو الدواء بادر بالعباد يومها تلقى الصحة تاب بس بادر بالعلاج يومها تلقى الصحة تاب والوقاية في العناية والعناية مش شفاء الغذاء هو الدواء هو الدواء الغذاء أصل الدواء والدواء هو الغذاء والوقاية في العناية والعناية مش شفاء الغذاء هو الدواء هو الدواء أهلاً وسهلاً يا أستاذ عصام. أهلاً تفضل تفضل يا أستاذ تفضل. أهلاً أهلاً ومرحباً بك. تفضل بجلوس. جئت لأطمئن على عبد الرحمن. أشكرك على اهتمامك وسؤالك، إنه بخير والحمد لله، ولكنه يشكو بألم في جانبه الأيمن، وطارة يرتجف وطارة أخرى يتصبب عرقا. يتصبب عرقا؟ نعم، هذا بالإضافة إلى شعوره بحرقان البول واحتباسه أيضا. ألم تعرضه على الطبيب؟ السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. لقد اتصلت بالطبيب يا أبا عبد الرحمن. حسنا فعلت. عاوز اكلمكم عن التهابات الكلى. والتهابات الكلى ممكن تبقى حاده، يعني ظهرت في بضعه ايام وبقالها بضعه ايام، وممكن تبقى مزمنه، ودي اللي ممكن تاخد سنين طويله عريضه. التهابات الكلى ممكن تكون مضاعفه من مضاعفات التهابات اللوز الزور نفسه، وعشان كده هو اما يلتهب اللوز لازم تعالج علاج كويس عشان خاطر ما تعملش التهابات في الكلى او حتى التهابات في القلب، لان معروف ان التهابات اللوز من المضاعفات بتاعتها هي التهابات الكلوية وايضا عضلة القلب. بنعرف احنا التهابات الكلى ده هي مهم قوي ان يبقى عندنا شك، نسبة الشك عالية جدا، يعني ممكن قوي المريض يشكي من ألم خفيف في ظهره، ما نقولش ده دور بارد، ما نقولش ان دي عضلات الظهر، ممكن تكون الكلية هي اللي ملتهبة وبتدي الأعراض ده. ارتفاع الحرارة بعد ما يكون الزور خف، وخصوصا بعد أسبوعين من التهابات الزور، برضو نفكر ان الكلى ممكن تكون ملتهبة. إذا وجدنا ان البول ابتدت تحدث فيه تغيرات، وفي الظروف اللي زي دي لازم نحلل البول، ممكن نجد في البول خلايا صديدية، ممكن نجد، وبالمناسبة دهيا ان الخلايا الصديدية في البول لغاية 10 كرات دموية بيضاء اللي هي الخلايا الصديدية بنعتبرها طبيعي، فمش معنى التحليل فيه 3-4 ولا 5 ولا 6 خلايا صديدية نقول ان ده التهاب، لا، لغاية 10 ده طبيعي. وبرضو بالمناسبة دهيا لازم العينة تؤخذ من وسط طيار المية او وسط طيار البول، فممكن تبان خلايا صديدية 50-60-70، قد تكون بضع مئات، كرات دموية حمراء أيضا، اسطوانات. اسطوانات دهيا بتبقى عبارة عن أجسام اسطوانية موجودة في البول، وهي بتكون جاءت من الأنابيب الرفيعة بتاعة الكلى، ودي بتبقى دلالة على نوع خطير من التهابات الكلى، وهي الجلوميرونفرايتس أو التهاب وحدات الكلى. الزلال ايضا ممكن يبقى تريس او اثار اذا كان الالتهاب بسيط، وممكن يكون كميات ضخمة جدا من الزلال في حالة اسمها النفروتك سندروم، ودي اللي بتبقى العينين منفخة والجسم يورم والاخر. وعشان كده هو اذا لاحظنا ان المية فيها حاجة سواء بالتحليل او غير التحليل، لاحظنا العينين منفخة شوية الصبح خصوصا لما المريض يقوم من النوم، الرجلين ممكن تورم شوية، الجلد يورم شوية نتيجة المية في الجسم تبقى موجودة، دي تجعلنا نفكر بسرعة في التهابات الكلى، وخطورتها انها اذا اصبحت مزمنة بتؤدي في النهاية الى الفشل الكلوي
اللي هو مشكلة عندنا في مصر، لأن عندنا دلوقتي حوالي 13,000 حالة فشل كلوي كل سنة موجودة في مصر. تلت هذه الحالات هو بسبب التهابات الكلى الحادة التي تتحول إلى حالات مزمنة. المرض لا يعرف التهاون ولا الاستهتار. فعلا فعلا يا حبيبي، ولكن ما العلاج يا دكتور؟ التهاب الكلية لإما يكون التهاب الكلية الحاد أو التهاب الكلية المزمن. التهاب الكلية الحاد من ضمن أعراضه المهمة جدا اللي هو إحنا على أساسها بنقول إن هذا الشخص عنده التهاب حاد في الكلية، وجود حرارة عالية، ولازم تكون الحرارة عالية، بمعنى حرارة 39-40 في هذا المستوى، وجود رعشة شديدة في الجسم، ودي برضو من الحاجات المهمة جدا ان العيان ده يكون عنده رعشة شديدة مع الحرارة. والحاجة الثالثة وجود مغص كلوي، يعني مغص في الجنب. التلات حاجات دي لو توفرت في عيان واحد، الرعشة الشديدة مع الحرارة العالية مع الألام الشديدة في الجنب، ده يوجهني على طول انه في هنا التهاب في الكلية، وفي العادة ده بيبقى التهاب كلوي حاد. الالتهاب الكلوي الحاد من ضمن الحقيقة الأمراض اللي بتصيب ناس كتيرة جدا نتيجة لأسباب مختلفة. التهابات بتحصل من تحت، من مجرى البول من تحت في السيدات او في الرجال، او من الدم، او من حاجات مختلفة بهذا الشكل. التهاب الكلية ممكن اتلخبط فيه في حاجات تانية كتيرة، زي الانفلونزا. ممكن واحد عنده حرارة عالية والام في جسمه ورعشة، وممكن تبقى دي نتيجة انفلونزا حادة او شديدة. التهابات القولون ممكن تديني صورة مشابهة لالتهاب الكلية الحاد. طبعا في حاجات مختلفة بتخليني اعرف ده اذا كان ده التهاب قولون ولا ده التهاب كلوي حاد، ولكن التهاب القولون من الحاجات الكتيرة اللي ممكن تشابه التهاب الكلية الحاد. ايضا التهاب الزائدة الدودية. التهاب الزائدة الدودية من ضمن الحاجات الكتيرة اللي ممكن الواحد يتلخبط ما بينها وبين التهاب الكلية الحاد. الم في الجنب برضو، وممكن ما فيش وقت حرارة، وانما تبقاش حرارة عالية في العادة. رعشة. ممكن ايضا يبقى فيه حرقان في البول، وممكن مع الزائدة برضو يبقى فيش وقت حرقان في البول. بس طبعا مع التهاب الكلية الحاد بيبقى الحرقان شديد جدا. ايضا في حالات المغص الكلوي، المغص الكلوي ده ممكن برضو اتلخبط ما بينه وبين التهاب الكلية. مغص كلوي نتيجة وجود حصوات في الكلية بتخليني احيانا كتيرة قوي ابقى مش عارف هل دي حصوة وعاملة لي الالتهابات ولا ده التهاب في الكلية من اساسه. ايضا الام الظهر. الام الظهر دي من ضمن الحاجات اللي بتصيب ناس كتير جدا، ممكن اتلخبط ما بينها وما بين التهابات الكلية، لان الالم بيبقى شديد وممكن بيسمع لي في الجنب، وممكن قوي بيبقى معاه بعض الارتفاع في درجات الحرارة. علشان نفكر في موضوع العلاج، العلاج بالنسبة لالتهاب الكلية الحاد مهم جدا، ولازم نبدأ فيه باسرع ما يمكن. لسبب، علشان ما نفاجأش بعد كده ان التهاب الكلية الحاد ده انقلب الى التهاب كلوي مزمن، والالتهاب الكلوي المزمن ممكن إذا استمر وتطور بيؤدي إلى فشل الكلوي. فطبعا مش عايزين نصل لهذه الدرجة نتيجة التهابات ممكن علاجها. طبعا احنا بنعتمد في علاجنا على عدة حاجات. الراحة التامة مهمة جدا جدا. العيان او المريض ده لازم يبقى في راحة تامة في الفراش، لازم يبقى مرتاح تماما في الفراش ولعدة ايام.
المضادات الحيوية اللي بتؤثر على الالتهابات الكلية أصبحت دلوقتي كثيرة ومتنوعة، وفي أنواع كثيرة منها جدا دلوقتي ظهرت وبتقبلنا خالص على أي ميكروبات أو حاجات مسببة لالتهابات الكلية. من ضمن الحاجات اللي يعني بنعتبرها متخصصة شوية، نحن بنغير نوعية البول نفسه، نحوله مثلا من قلوي إلى حمضي علشان ده بيساعد لي في علاج الالتهابات. علاج برضو مسكنات الألم، لازم أعالج الألم اللي موجود اللي بيبقى شديد ده، هو بديله حاجات عشان تخفف لي الألم. مخفضات الحرارة مهمة جدا جدا، بحيث أني بقدر أنزل له الحرارة الشديدة العالية دي هي. يبقى العلاج هنا بيبقى متنوع ومختلف. طبعا في حاجات جديدة كثيرة جدت في علاج الحصوات، في علاج التهابات الكلية. طبعا أنواع المضادات نفسها تنوعت وكثرت، وأصبحت دلوقتي طبعا عن طريق المزارع المختلفة بنقدر نحدد نوع المضاد المناسب للميكروب الموجود. طرق التشخيص طبعا والعلاج تنوعت جدا جدا وكترت جدا جدا، وأصبحت دلوقتي مختلفة وكثيرة، وبتؤدي إلى القضاء تماما على التهابات الكلية الحادة. وما الأطعمة التي يجب أن يتناولها؟ سوف أوجز العناصر التي تختص بالغذاء بالنسبة لمريض التهاب الكلى الحاد. طبعا في التهابات الحاد للكلى والمسالك البولية يكون المريض يعاني من حرارة، ارتفاع شديد في درجة الحرارة قد يصل إلى 40 درجة مئوية أو أكثر أحيانا، مع رحشة وعرق شديد. وفي هذه الحالات تكون العناية الأساسية هي بالإكثار من السوائل، حتى أنه في بعض الأحيان نضطر إلى عطاء المريض المحاليل في داخل المستشفى لتحسين حالته. بالنسبة للغذاء في حد ذاته ما فيش حاجة محددة نقدر نقول انها بتساعد في هذه الحالات، انما عموما كمريض عنده ارتفاع في درجة الحرارة فاحنا بننصح ان يكون الغذاء اساسا مكون من سوائل وغذاء مسلوق، ومع الابتعاد عن الأطعمة الثقيلة والمحمرة والمتبلة. النهاردة هنناقش موضوع بيهمنا كتير، ويعتبر هو نوع من أنواع التوعية الصحية أساسا، وده بيشغل كل أم وبيشغل كل فرد في الأسرة، وهو أن المريض لما يتعرض لارتفاع في درجة الحرارة وهو حتى الان ما قدرش يتمكن او لسه ما راحش للدكتور وما عرفش ارتفاع درجه الحراره ده سببه ايه، فايه نوعيه الاسعافات الاوليه او التغذيه اللي يتناولها هذا المريض. طبعا مع حدوث ارتفاع في درجه الحراره لابد ان احنا نهتم بنقطتين مهمين جدا، وهو ان هذا الشخص اكيد هيبتدي يفقد سوائل من جسمه على هيئه ان هو ممكن يعرق، وبنحاول طبعا ان احنا نخفض هذه الحراره بانه لازم هذا المريض يتناول كميه سوائل اكتر شويه. ما يجبش ان انا اديله سعرات حرارية عالية بحيث ان السعرات الحرارية العالية دي ترفع كمان من درجة حرارة البني ادم، لان احنا لما بنتعرض مثلا في الشتاء للبرد بنحتاج ان احنا نحول 30% من البروتينات بتاعتنا الى مجرد طاقة للاحساس بالدفء، وبالتالي انا النهاردة المريض ده درجة حرارته عالية، فما اجيش اديله وجبات فيها سعرات حرارية عالية وبالتالي احسسه بارتفاع درجة الحرارة اكتر. يعني ما يجبش هذا المريض ان ياخد كميات دهون كبيرة، كميات بروتينات كبيرة، لا، الأصول هو ياخدها بصورة معتدلة عشان ما زودش من ارتفاع درجة حرارته، فدي طبعا من النقاط المهمة بالنسبة له. لو أخذنا مثال مثلا لحالات ارتفاع درجات حرارة ونوعية التغذية فيها هتبقى شكلها ايه، من الأمثلة المشهورة جدا مثلا التهابات الكلى، فناس كتيرة جدا بيجيله ارتفاع في درجة حرارة وبيجيله رعشة شديدة، وممكن بعض الأحيان يبقى عنده حرقان في البول
زيادة في التبول ويبتدي بيروح للدكتور الطبيب المختص وبيشخصه وبيثبت له ان ده التهاب في الكلى. فيمكن بيبقى المريض هنا محتار ايه نوعيات الاكل اللي ياكلها وايه النوعيات اللي ما ياكلهاش. فلو اخذنا مثال لهذا الموضوع وهو التهاب الكلى، الاصول طبعا ان احنا بنزود كمية السوائل على اساس ان احنا نحاول نزود كمية البول، فده بيساعد على ان احنا نزيل هذه الالتهابات. بس نضع في اعتبارنا نقطة مهمة جدا، ان ممكن بعض الاحيان التهابات الكلى الشديدة جدا تؤدي الى فشل كلوي حاد، ساعتها بالعكس ما بندلوش كمية سوائل كتيرة، بل بالعكس هنا بنقلل كمية السوائل وبنحسبها بصورة علمية شديدة جدا، ان احنا بنحسب كمية البول اللي بيخرجها المريض وبنضيف له عليها 500 سنتي مية في هذا الوقت بالظبط كده، وممكن قوي ان احنا نزود 500 سنتي لكل ارتفاع في درجة الحرارة. فيعني بما معناه ان احنا ممكن جدا ان احنا نزود له السوائل وممكن جدا ان احنا نحدد له كمية السوائل، دي بتعتمد على حالة التهاب الكلى الشديد اللي حدث وهل هو ادى الى ان المريض جاله فشل ولا لا. نيجي بعد كده بالنسبة للبروتينات، طبعا البروتينات هنا عامل اساسي ومهم لانه ده بيرفع من مناعة الانسان وبيساعد في تجديد الخلايا، فانا ما اقدرش امنع البروتينات بصورة نهائية في المرضى اللي بيعانوا من ارتفاع درجة الحرارة، لكن لابد ان احنا نديها له، بس نديها له بنسب معقولة، زي ان احنا نديها له في حدود نص جرام لكل كيلو جرام بودي ويت. طبعا في حالات الكلى هنا لها وضع خاص، ان لو كانت التهابات الكلى دي ادت الى ارتفاع في نسبة البولينة في الدم، فده بيؤدي ان احنا لازم نقلل من كمية البروتينات اللي بياخدها، وده علشان ما نحولش او ما نزودش نسبة البولينة في الدم. طب في اللحظة دي نبتدي نديله سعراته الحرارية ازاي؟ لما انا منعت عنه البروتينات بكميات كبيرة وابتديت احددها له جدا، فبنبتدي هنا نعوض له سعراته الحرارية عن ان احنا نديله مواد نشوية او كربوهيدرات، على اساس ان الكربوهيدرات والمواد النشوية زي العسل زي مثلا سكريات دي بتحاول انها تزود السعرات الحرارية، وبالتالي يبقى انا اديته السعرات الحرارية اللازمة ليه من غير ما اديله كمية بروتينات كبيرة، وبالتالي منعت ان انا يحدث زيادة عندي في البولينة. برضو دي من النقاط المهمة بالنسبة للتغذية. طبعا في حالات ارتفاع درجة الحرارة او في التهابات الكلى لابد ان احنا برضو نديله نسبة فيتامينات، لان الفيتامينز ده شيء اساسي للحالات ديت، ودايما الفيتامينز من الحاجات اللي بتساعد على ان خلايا الجسم تبقى في حالة من النضوج بحيث انها تقدر تقاوم المرض، وبالتالي نقدر نتغلب على هذا الالتهاب. ده من ناحية التغذية، ان احنا بنديهم سوائل نحاول ان احنا نقلل من الحرارة، بنديهم غذاء يعني متناسب مع المرض اللي موجود عنده، لو كانت مثلا نسبة بولينة عالية بنقلل البروتين ونزود الكربوهيدرات، والعكس لو في امراض تانية اخرى فيها التهابات بيستدعي ان نديله نسبة بروتينات اكتر، بنديله نسبة فيتامينز، ودي نسبة مهمة بالنسبة لنا جدا. طبعا دي قواعد عامة لازم ان احنا نلتزم بيها، وخاصة الحاجات دي بتهم اكتر الام، انه ممكن جدا ان طفلها يسخن منها مرة بالليل ويرتعش ومتبقاش عارفة تأكل ولد ايه او تعمل ايه، فطبعا هنا مهم جدا انها تديله سوائل، تديله غذاء فيه بروتين بدرجة معقولة، ما تدلوش سعرات حرارية عالية، ما تدلوش مواد دهنية كتير عشان ما ترفعش من حرارته. دي نقاط مهمة جدا. في بعض الاحيان كمان بتحصل مشاكل اخرى، وهو على سبيل المثال ان المريض ده ممكن نتيجة للارتفاع درجة حرارة او الالتهابات اللي عنده يبتدي يجيله قيء شديد جدا، وكل ما يتناول حاجة يبتدي يحصل له نوع من انواع القيء ويفقد الاكل اللي اكله. هنا دي بتبقى بالنسبة لنا مشكلة، وبنلجأ للتغذية عن طريق السوائل وعن طريق الاوردة، ان احنا ممكن جدا نديله كميات السعرات الحرارية اللي هو محتاجها عن طريق الاوردة، عن طريق ان احنا بنديهم بروتينات في الدم وبنديهم دهون في الدم وبنديهم سكريات في الدم، وده نتيجة ان هو عنده قيء شديد جدا فبيستفيدش حاجة خالص من الاكل هو بياكله، فبنبتدي نستخدم هذه الطريقة لحد ما درجة الحرارة تنخفض والالتهابات الموجودة دي تخف خالص، ونبتدي نرجعه لنظامه الغذائي العادي بعد كده. والان اعزائي المشاهدين، بعد ما شفنا المرض ده وعرفنا ايه اسبابه وايه التشخيص بتاعه وازاي نقدر نفرق بينه وبين الامراض التانية، وايضا عرفنا ازاي يكون العلاج وازاي يكون طرق العلاج، عايزكم دلوقتي تحضروا نفسكم معايا وتجيبوا ورقة وقلم وتشوفوا معايا كويس
احنا ازاي نغذي المريض المصاب بهذا المرض خلال الاسبوع، اللي ممكن يكون الفطار بتاعه، واللي ممكن يكون الغداء بتاعه، واللي ممكن يكون العشاء بتاعه، وهل ممكن هناك بعض الادويه او الاطعمه اللي احنا ممكن نتجنبها ولا مش ممكن؟ تعالوا معايا كده. ما تنسوش ان الوقاية خير من العلاج. الغذاء هو الدواء.